السلام عليكم جماعة، اليوم رانا على المباشر. كاين مجموعة من السكان اليوم، سامحني دقيقة برك نبداو اللايف. كاين مجموعة من السكان اليوم راهم لهنا اجتمعوا، وفيما يخص قضية الأمن، قضية الأمن قضية مهمة. رايحين نتحدثوا كل واحد رايح يبدي رأيه في قضية الأمن هذه، والرسالة راح تكون مباشرة للسيد ولي ولاية سطيف السيد كمال عبلة باش يدير لنا حل، خاصة أنه وعدنا حل مستعجل صحيح أستاذ، باش كما وعدنا يدير لنا كراجات، يدير لنا فيهم مركز الأمن مؤقت يا خويا، وبني من بعد يبني المقر هذا يبني في راحته هكا استاذ. دور عليهم بالواحد اللي يهضر اللي بغى يدخل يدخل، او الاخ بالك حد يدخل استاذ. السلام عليكم. قدم لي قدم. احنا رانا سكان المنطقه العمرانيه دي مجمع تينار، رانا نطالبوا بالامن، رانا نطالبوا بالامن، راهم دخلوا للديار الوقته يوضح النهار، الوقته في النهار ما نخدموش نقعدوا في ديارنا ولا كيفاه، الوقت ورانا رايحين، لازم ديرنا الامن مستعجل هذا. دي كراجات، شوف كراجات صاحبي، ديرنا في الامن كيما السنكيام كيما البلايص وكل، ديرنا هكذاك ما بين بنيتو المقر، اما ناش في غابه صاحبي، يقدر اي واحد يتفضل يحضر. ثاني رساله ثاني للسكان بالذات اللي راهم يخدموا في ديارهم، ماذا بهم اللي عنده خدام كيما عطالو المفتاح تاع لابارتيمون عطالو تاع لاكاج تحتها، كي يدخل يسكر وكي يخرج يسكر، ماشي دوك الخدام يجي يخدم هنايا ويخلي الكوري محلول ويروح ويخلي الناس متطفره فيهم. قالوا نعيطوا على الخدامين هذو، اللي عنده خدام الله يا ربي يعاونو، بصح يوصيه يحل ويسكر، ماشي غير يخليها هامله الناس يساكله. وثاني الزبل تاعو اللي عنده مهبط الزبل يهبطو هزو ماشي كاركرو، يكسر الدروج ويخلي القماش تاعو في الدروج. علاش علاش هذه تاع الجيران؟ حنا نحكيو على الامن، هذه داخله في الامن تاع الجيران. خلينا حنا نحكيو على السرقه صاحبي، كاينه مرا دخلوا عليها راجل في النهار، راجل خدام تاع الصباح، هذه مشكاره تاع دخلت وشكاره خرجت، حنا نهضروا على الامن يا جماعه، نهضروا على الامن يا جماعه. شيخ نور الدين كما قال الاخ، نظن انا انه الرساله موجهه للوالي، يعني نكونوا في الصوره. انا نظن انه رئيس الجمهوريه راهم يمشيوا بسياسه محاربه مناطق الظل بالطريقه هذه تاع المجمعات السكنيه، راهم يخلقوا في مناطق الظل. انت تدير 6700 سكن بعد توزيع 800 اخرى، كاين حوالي 7000 سكن ما كانش مقر امن، كاين 7000 سكن ما كانش النقل ما كانش، دونك هذه راه انا نشوف فيها بالنسبه ليا راهي منطقه ظل، راهي منطقه ظل. صح بون. رساله ثانيه للوكاله عدل، اكيم دايره الاعباء وجسيم والاساس، ورا الاساس تاعكم هذا يدخلوا لنا في النهار، ورا الاساس هذا اللي نسلكوا فيه هم يدخلوا في النهار. مع ساعتين تاع النهار تاع العساس خياكم تقولوا في الليل ما عندناش، عندنا في النهار ورا العساس هذا، والله بالك العساس هو اللي يدي. اليوم القضية انفجرت في المنزل تاعي، القضية الحقيقية انفجرت في العمارة 24 شقة 17، والشخصين هذو اللي طلعوا ويحاولوا يفتحوا الباب على الزوجة وهي داخل الدار، يطرح عديد التساؤلات، أولها الأمن كما قالوا أشار الجميع أن الأمن منعدم. ثاني شيء احنا كاين تبليغات سواء أنا ديبوزيت بلانت على مستوى خلية الدرك الوطني ولاد صابر، خلية الدرك الوطني ولاد صابر يجيو لابسين لتيني، كي يجي لابس لاتوني يشوفوا اوتوماتيكمون ما يقدم لنا للدار، ما يقدم ليك، ما يهدر معاك. حنا رانا نطالبوا بأي قوات، أي وسيلة أمنية تملكها الدولة قانونيا يا خويا سيفيل، يا تلقاني أنا نروح هزل، خاطر راكش عليه
كون نجي طالع انا في الدروج، انا اللي خدام، عندي مرا، عندي زوج وليدات، ندير نحوسوا على الجمعيه، نمشيو في احياء راقيه، نسكنوا في مناطق راقيه، كنا حابين نعاونوا نكونوا وسيط بين السكينه والسلطات، باش الحي هذا يكون حي نموذجي ان شاء الله. الامن ما كانش، النقل ما كانش، حنا كسكان حبينا نديروا جمعيه، الجمعيه تاعنا من 27 اكتوبر. وهي الدور 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 احنا نستناو في لاغريمو بها نراسلو السيد الوالي بها نراسلو شيف دايره. الشيف دايره المره الاخرى قالت لي ديروا جمعيه باه نقدر نهضر معاكم. خاطرك شلاه نروح ليها انا كو ريبريزونتون ومن بعد يروح ليها اخر قول انا ثاني ريبريزونتون. بصح كي تندير جمعيه قانونيه نكونوا وسيط بين الدوله وننقلوا انشغالات المواطن بطريقه سلميه وحضاريه افضل من اني نجي طالع في الدروج ونقزوا تسرقه يسرقوا في جاري ويعتديوا على حرمه جاري ولا على حرمتي نقتلوا. اقسم بالله غير نقتلوا. خاطرك باش انا تبيتني من ثلاثه تاع الصباح وانا في الماسير نيتي مع المراه بالعام طيح لي العمل تاعها اقسم بالله نقتلك حق ربي العزيز ونحاكمو نقتلوا. خاطرك ما بقاش فيها كلام هذا تعتدي لي على حرمه المنزل والله نقتلك وكيما نقدرلكش نعضك والله كيما نقدرلكش غير نعضك. ايبا سيد الولي يرحم والديك خلينا نعيشوا مع ديارنا من غير ما نرتكبوا جرائم قتل او جرائم اعتداء. خاطركش القانون تاعنا نعرفوه. دير لي مركز الامن على الاقل عيط للجيران لو كان كاين مركز امن قريب يروح طفل صغير يجري مركز الامن يروحوا ثم يكرتفوه ثم يجيبوه يعودوا يعرفوا سره يعرفوا شكون ساكن شكون اللي مش ساكن. هذا اول حاجة ثانية ما دام القطب مازالوا ما سكنوش فيه السكان كامل المجموعة اللي راك تحطها تاع الشرطة راح تقدر تسيطر تدريجيا المستوى تاع الخلية اللي راك تحطها راح تسيطر دوكا تقريبا نهضر لك على 1000 بخافة مثلا راهم ساكنين حوالي 400 ساكن وماكسيموم الباقية راهي تخدم في ديارها هاك معايا وكاين اللي مازال ما جاش الدار نهضر لك على الربعيني تبدا تسيطر عليها بشوي بشوي باش كي تزيد الكثافه السكانيه يكونوا هما حاضرين يعرفوا يحيى يعرفوا سي نور الدين يعرفوا فلان وعلان وشكون داخل شكون مش داخل باش كي يجي الغريب يعرفوه يولي معروف. انا ماشي خدام في مؤسسه وطنيه كل يوم نخلي البوست تاعي ونجي نجري ارواح مدخلوا لي للدار جاري ذاك النهار ارواح مدخلوا لي للدار. انا دير لي كيما قلت لي يا سيدة الوالي نعاودو نجدو دير لي ما قرر الامن في الكراجات على ما درتيش لا فرع بلدي لا الامن لا قلنا لا بوسطة لا قلتو تاع الجزائريه للمياه دير لهنا قلتو تاع السوناغاس دير ما نحاوش عليهم دير لي الامن دير لي الامن دير لي الامن وخلينا من قضايا تاع النقل اللي رانا كارثه والله يلي ما عندش اولويه غير راهم باصي أو قطب دار أو يستغيث يا سيدة رئيس الجمهورية القطب يستغيث رانا في حالة دوك انت حبيت يا سيدة الرئيس تكون لك وكر من أوكار الجريمة المنظمة هنا والله ونزيدو نطقو يدينا هنا شوي والله نتولي وكر من أوكار الجريمة المنظمة وعشت أنا نعرف السناطة راك تربيت فيها ونعرفها تربيت في الاندريولي وفي الدبدب وفي السقطات الموبيلات نعرفهم وشايفهم بالوحد لا اله الا الله محمد رسول الله واش تنتهكون حرمات المنازل تاعنا لا اخويا لا اخويا هذه مش مقبوله واللي راهو حاضر هنا كامل الداله جايته لازم نعسو نولي نعس انا ما نخدمش باه نسلك لا ديال انا تجيني مليون فاتوره ما نخدمش مالا كيفاه نسلك كيفاه نوكل ولادي انا نولي نسرق يا اما تضطرونا نولي مجرمين ولا تضطرونا نولي قتاله ورد سجون علاه اخويا يا اخي احنا مواطنين جزائريين نحوسوا على الامن اعطيونا الامن اخويا هاهم ثلاث كراجات اخويا حل مستعجل والله يا وانا غير حل مستعجل ثلاث كراجات اطلقهم هاهم كراجات فراغ هذو كل ما تبيعوش منا ومد بصرك وكل ما تبيعوش ثلاث كراجات دير لي حل فيها سبحان الله العظيم والله غير ثلاثه تاع اصبع الواحد مرقش عيب الشيء هذا او مواطن جزائري يطلب الامن او عيب شي هذا رانا في 2021 رانا داخلين 2022 عيب المواطن في حي كيما هذا جديد مش حي مجمع كيما هذه مدينه جديده نطالبوا بالامن عيب نورمالمون طلع عيب على الدوله الجزائريه عيب نعم عيب هذه عيب شكون يبغي يجي يتكلم
اما يبارك الله فيكم يا جماعه، حنا حبينا ننقلوا شي غال للسيد الوالي. ماكس بارطاج يا جماعه، بارطاجيو لنا حتى ان تخرج عند الوالي شخصي، بارطاجيو لنا يا جماعه حتى تخرج ان شاء الله عند رئيس الجمهوريه، خاطرش حنا مواطنين جزائريين عندنا حقوق كما رانا نقدموا في الواجبات تاعنا، نسلكوا في الاعباء تاع جاسيمو. هاي يقول لك راهم يحرضوا، حنا قلنا لهم سلكوا حتى ندخلوا في قضيه. اصبر نجبدلو البون تاع الروسي باللي راني مسلكو هذا الاوكل. نجبد لك البون تاع الروسي يا لا ديال. البون تاع الروسي باللي راكي ساك. بون تاع الروسي الناس كلها يتسلكوا. انا حتى نروح للعداله، لا نولي ما نسلكش، بصح راني مسلكك. العماره راهي بوخالفه بدون حراسه اربع اشهر وانا نسلك فيك باطل. تدي في سوارد الحرام، تدي في سوارد الحرام، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. امين. شكون اللي حاب يزيد يا جماعه؟ المهم بارك الله فيكم يا جماعه، شكرا، سامحونا ربما رانا تقلقنا الامور. والسلام عليكم يا جماعه. ربي يحفظكم، شكرا، صحه.